ودي هناك. ايوه ودي هناك. ايوه وديها وديها هناك. صباح الخير، صبح عليكم. الساعة 10، الجو اليوم مغيم تقريبا، اليوم باكر يكون الجو في اوروبا حلو ان شاء الله. الحين ان شاء الله نسوي تشيك اوت ورايحين مدينة مني تبعد ساعتين ونص تقريبا، اتوقع تكون باردة الوقت هذا. Normal price, and then we put the for the upgrade the 80 Good. And then the tourism tax. الفندق ممتاز، 4.5 من 5، يبعد 10 دقائق مشي عن الداون تاون والبحيرة. الملاحظة على الفندق بس قلت لهم النت بطيء عندكم بس، أما كل شيء تمام، يعتبر فندق حديث وفنان. في فنادق فوق اليبال يمدحونهن، ولكن ما في ناس يصير فوق اليبال. زي ما خبرتكم تصنيفه 9، الفندق استثنائي يعتبر. عيبه بس الحمام الايس كريم قزاز، اذا عندك اياها عادي يدشون عليك يشوفونك. اللي بيعرف الفندق يستعد لتصوير الشاشه. بابا راح اكل حلاوه. سوينا تشيك اوت من لوغان، عاطلنا الجي بي اس 185 كيلو للمكان اللي نحن سايرين له. اوروبا خلال 3 ايام بتكون كلها مغيمه، شمس وغيم، وفي نزول في درجه الحراره ان شاء الله، وشوف الجو كيف. امطار ما شاء الله. راقينا في المحطة، محطات ما شاء الله عندهم ريوق وايد فنان، طال عليكم فنان، كل شيء فريش. هذا النفق يا جماعة الحين كملنا فيه 8 كيلو، بعدنا ما خلصنا 8 كيلو للحين، بعد باقي ما ادري كم باقي فيه بعد. ما شاء الله شوف المنظر يا جماعة، منظر جميل، طالع الأجواء. طول النفق اللي طفنا فيه 17 كيلو، ما قصر الريال، ما قصر، خبرنا عن الطول، دخلنا عاد ضعنا داخل، طورنا وايد. جالس اطالع المناظر ونسيت الجي بي اس، زادني 20 كيلو، طفت اللمبه زادني 20 كيلو، بس والله ما عليه، خليه يزيد حتى 100 الحين في المناظر الحلوه هاي. وهذا طالع مارك من النفق الثاني 9 كيلو و200، طوله 9 كيلو و200، يعني قص يبقى القص. باقي طال عماركم 30 كيلو عن المكان اللي رايحين له. اظني عرفت انا وين، صح؟ باين صح؟ وصلنا طال عماركم الحين انترلاكن، بنعطيكم شو اخبار انترلاكن ان شاء الله. سعد الله مساكم. هذا الفندق مالنا في انترلاكن. الجو بصراحة مش بارد، الجو للحين اشوفه مش بارد وايد. بعدين بنعطيكم تفصيل كامل عن الفندق ان شاء الله، تونا مسويين تشيك ان داخلين الفندق، وهاي مدينة انترلاكن. هاي هذا اللوبي مال
الفندق. مش حوض هذا بابا. لا مش حوض هذا. نافورة يا حبيبي. أسعد الله مساكم من أنترلاكن سويسرا، مدينة جميلة بس اليوم شوي حارة اليوم. طبعا أنترلاكن غنية على التعريف، العالم كلهم يعرفون أنترلاكن، مدينة جبلية في سويسرا ما شاء الله، كلها عرب، فيها تلفريك، فيها شغلات وايد. فنادقها أغلب فنادق يمكن كلها ما فيها مكيف، فنادقها تقريبا يمكن يكون الجو، يمكن جو حار شوي متعب، بس إذا تكون مروحة ما عندك مشكلة. قالوا اليوم بيتغير الطقس، يمكن اليوم المغرب بالعصر يتغير الطقس، باكر بيكون يوم ممطر، باين حتى عندي انا في الارصاد انه بيكون باكر يوم ممطر ان شاء الله. الفندق جميل، لا باس الفندق يعني اوكي، حجره ما شاء الله وساع. اول ما تدخل انتر لكن يبين عندك الفندق، هذا الفندق بعطيكم عقب تصنيفه شو. الاستقبال كان جيد جدا، كان ممتاز مش جيد، الناس طيبين، ريوق مجانا، الغرفة ما شاء الله واسعة، وايد أنشطة في أنترلاكن، وايد عندهم أنشطة. يمكن وراء الفندق تلفريك، احتمال الحين أروح تلفريك، كان لنا نصيب إن شاء الله بنركب تلفريك. اتصل بي بعد أخوي قال لي أنا موجود في أنترلاكن، باكر بيطلع منها، قال لي طوف علي، طوف عليه، كان لنا نصيب نشوفه، بس شوي هو بعيد ساكن، بس في أنترلاكن. تري الفريق يجهز كامل بنبتدي الرحلة، بصوركم بعض الشغلات، بعض المناظر الجميلة، خلكم مستعدين، بتكون إن شاء الله في لقطات حلوة. شو تأكل؟ شو هذه؟ شو اسمها محمد؟ الحين طال عمركم، هذا التلفريك تايم، هذا قطار شكله مو بتلفريك، قطار يودي فوق. مرحبا بكم في قطار هاردبان تطلب انترلاكن الذي تم افتتاحه عام 1000. صنع على قمة 1300 متر كيلو، أي شيء المهم هذا الموجود حاليا. هذه القمة، شوف القمة،
أسعد الله مساكم. نحن على ارتفاع 1300 متر في أنترلاكن، تطلع بالتلفريك 20 فرانك. الجو جميل فوق طبعا، تحت تحس انه في حرورة بس هنا شوي برد، شوي تحس براد، مش برد برد بس تحس براد اوكي يعني. الجبال اللي هناك شوفوها كلها ثلوج، طال الجبال اللي هناك. هاي مدينة أنترلاكن شوفوها، تطلع فوق يجيك هالكوفي، تشرب كوفي. شيء العاب اطفال يرمون يلعبون يا اطفال. مكان جدا روعة صراحة، مش قادر أصور وايد عوائل الخليجية، مش قادر أخذ راحتي في كل زاوية. يا هذا المكان الجامعة هذه زي غاية توقف عليها تحس انك بطيح تحت يعني. شو الترتيب هنا؟ ها؟ شو الترتيب؟ ترتيب عندكم؟ ما ودي أنزل والله، جو بارد فنان. مكان جدا جميل، اللي بي أنترلاكن لازم يجي المكان هذا، يركب التلفريك. على فكرة قريب يعني، مش بعيد من مركز المدينة، تروح لمشي يعني. بس السؤال، عندنا وايد حر في الخليج ولا شوي؟ اسألكم، وايد حر ولا مش وايد حر؟ خفيف صح؟ اللي أوروبا لازم يطوف أنترلاكن يومين ثلاثة، فيها بعض الأنشطة، فيها الأسواق. برأيكم الأسواق عقب يوم بنزل إن شاء الله. بس أنا من الليبل، شيء فيه مطاعم في كل شيء، ولكن بنسير إن شاء الله تحت بعد نتمشى في السوق، نتمشى في كذا مكان. لا لا، بس إحنا خلصنا حينه، حين بروح نركب القطار وبنسير نتغدى، شو رأيك؟ Thank you.
المكان جميل اللي كنا فيه، انصح فيه تلفريك تسلك شي ساعة فوق عندهم مطعم فنان، واموركم طيبة ان شاء الله. تعال، كان حلو؟ انت مستانس؟ وايد؟ حتى الورود اشكالها غير يعني طبعا. الجو جميل صراحة، مطر خفيف علينا، مسويين حفلة الشباب يعني. مسي على الجماعة. حياكم الله، لقيناه الأخ. قلت له الاشاره البس اصفر عشان اعرفك. ايوه البس لك اصفر. صفرة من لوغانو عشان اخذتها. يوم قلت لي انت بحصلك ولا لا؟ انا شفته بالصدفه تخيلوا، فربما صدفه خير من الف ميعاد. تحياتي حبيبي. الريال طبعا تعرفونه غني عن التعريف، اللي بيضيف حسابه ريال معروف. الله يحفظك. بن حريز. يا مرحبا. يا مرحبا سعيد. تحياتي لك حبيبي. الله يسلمك. طبعا الريال اللي شفتوه مذيع سكاي نيوز ريال معروف من بن حريز، واللي بيضيفه ريال طيب ومواضيعه وايد حلوه ما شاء الله. احلى شيء فيه يعيبني يتكلم باللغه العربيه صراحه، مضيعينها احنا اللغه العربيه الفصحى، وكلامه ممتاز صراحه ما شاء الله. العرب هنا اظني اكثر عن الاجانب ما شاء الله ما شاء الله. تعذيب تايم. ما شاء الله وايد ناس حصلتهم هنا. جو انتر لكن شوي يساعد. الحين طال عماركم عندي جدولين، جدول يقول لي تطلع اعلى قمه في انترلاكن، والجدول الثاني تروح مدينه عن انترلاكن نص ساعه. اعلى قمه تجربه تكون حلوه، اعلى قمه في العالم او في اوروبا، والمدينه الثانيه بعد مكان وايد حلو يقولون عنه. وبخصوص المدينه، مدينه قديمه
قديمة ونص ساعة مني، فممكن نسجل حضور فيها يعني. وين بتصيرين؟ جمعية سكرت؟ ينامون بابا هني؟ سكرت هاي مقرو سكرت هذيها. تمشى بين البيوت في انترلاكن، ودرنا الشارع الرئيسي عشان نشوف المناظر الحلوه ونشوف الورود في كل مكان. طبعا الماي هذا الشراب زي ما تقول، ليه ما تقول، بس وايد بارد، ما تروح تشربه من كثر ما هو بارد ما شاء الله. هذه هي انترلاكن، الناس اللي تحبتيها سب جوها، مناظر الطبيعية اللي فيها، طبعا اللي بال تحيطها في كل مكان. طال المناظر، طال المنظر، طال صور الشاشة، شوف الورد في كل مكان وكل لون تحصلونه. هاي انترلاكن طال عمركم، غنية عن التعريف. شفت الورود وشوف المناظر وشوف البحيرات وشوف كل شيء فيها ما شاء الله. شي يسوون هزاع، اعتدل مو بتشيركمون على العربانة، اعتدل اعتدل. باريس حلوة؟ لي 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 صلوا ويا هني ويا فوق فوق ايوه فوق إيه؟ فوق ايوه فوق بعنا هني 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 يلا. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة ثمانية عشرة أيوة. على سبعة. أيوة. لا بعد. بعد. خمسة. عشرة. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.
كم تسوى الواحد يخلي عياله مستانسين، ها فرحانين مستانسين، طالعون هذا الجو، طال الجو طال الجو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بسم الله. كان يا مكان في قديم الزمان كان في أسد، بعدين بعدين الأسد راح الغابة، زين بعدين محمد شو بتقول حق أصدقائي؟ بقولهم أنت معلم. كيف أنت معلم؟ سلم عليهم، قولهم السلام عليكم، كيف حالكم؟ بلليلي عطني شوي عطني. محمد في الليل لازم تقرأ قرآن قبل تنام. أوكي أوكي، شو تقرأ؟ قل هو الله واحد. بقرأ قل الله أحد. أوكي لازم تقرأ له، تقرأ شو؟ لين تنامون، قبل تنامون أترك لكم التعليق، أنا ما أتكلم، الصورة خليها تتكلم. الجو ما شاء الله جميل، الناس في يسمعوا الخيول. شو بعد اقول لكم، امطار خفيفه الحين تصب علينا. انترلاكن حلوه بس احجز بدري حق الفنادق، يعني اي فندق احجز على راحتك الا انترلاكن، ما تحصل فيه فنادق ساعات اوكي. يعني هذا فندقنا مستوى زين، تو يعني ريال يبي يغير الغرفه يعني قال لي لا فندقك هذا وايد حلو، عيبه تو كان موجود عندي. لا تسأل عن المكيفات في انترلاكن، المكيفات ما ممكن ما تحصل مكيفات في تقريبا اغلب الفنادق، مروحة يمكن تكفي. يعني قلت بطلع اتمشى شوي في الليل، نزلت عيال يعني الفندق، شوف الاجواء الحلوة الباردة هاي، مشي في الليل فالجو صراحة فنان، هدوء شوي جي. امشي حصلت لي كوفي ضاربه قهوه في الراس في الليل، ما اعرف ليش. يعني اللي يسال عن افضل فندق، اتوقع هذا افضل فندق، قال لي اظن اسمه هذا افضل فندق اظني في انترلاكن. لا مش قد جاليريا، فيكتوريا اظني، فيكتوريا اكو، هي فيكتوريا صح الاسم، فيكتوريا صح، هذا افضل فندق في انترلاكن. حصلت وايد شباب ما عندهم داتا، ما اعرف ليش شباب ما عندكم داتا، ما اعرف. في اول ما تنزل في المانيا خذ الفودافون اشتغل معك في، قول لابوي بشغلها في كل مكان يعطيك داتا، اشتغل معك في كل الدول تقريبا. امس انا وقفت عندي يمكن خلصت داتا 4 جيجا، وامس من الاوتلت اخذت ب 20 فرانك بطاقه سويسريه، قال لي 10 ايام انليمت، مره مشغلنها اليوم واحنا جايين عطريج انا والعيال، مسوي له
اصبتهم ماشي الامور يعني. الشباب اللي يطرشون صور تركيا حط لي 27 يا حبيبي 18 جنيه شو تبى 27. الشباب اللي لقيناهم في انترلاكن ان احنا طالع عماركم في الكوفي اللي مقابل ساعات رولكس وهاي العماره ماشي غيرها اكبر عمان عندي ماشي. توقع وقته الحين هذا كرم المكاتب الحين وقته صراحه. الزين فيه مني فاتحين يعني ما شاء الله الساعه 11:30 12 ما شاء الله فاتحين العالم سايره راد الامور طيبه يعني. شباب انترلاكن وينكم؟ سعيد الرميثي، علي الرميثي، طارش الرميثي، سعيد مبارك، حمد المطوع، وينكم مالكم حس؟ أوه بن حريز، بن حريز أنت عزوبي تعال هاكم عرسين مساكين عندهم حجز مركبة، أنا شرد، فتحت سبرنت شرد ما حيدري بي ويلها. كل الشباب اللي حصلتهم ما عندهم نت مساكين، أظني في انترلاكن في نت مجاني نص ساعة يعطونك، بعدين جدد عادي يعني. والله ناس طيبين صراحة، يقول لك عقب ما تشرب كوفي يقول لك نايس ايفنينج. طبعا اقول لك عليك ما تنش ان شاء الله. كان بيتمردغ بس اظني السب انا يعني الصبح طالع. تمشى في الليل طالع الجو وطالع الناس اللي رايحة الجاية. هاي انترلاكن في الليل الساعة 11 طبعا في اوروبا الناس كلها راقدة. بس ما شاء الله في حركة يعني. شوف في حركة ما شاء الله وايد من اليابان جايين سياحة أوروبا كل ما يصير مكان ما شاء الله حصل جروبات سبحان الله. السفرة مع العيال واحد يقول لي هاي مهمة مش سفرة والله بالعكس انك ترتاح مع عيالك وايد ترتاح ما شاء الله. تشوف تفكير عيالك أكثر تفهمهم أكثر يفهمونك أكثر. هناك في البلاد كلن بشغلة كلن هم في مدارس انت بدوامك انت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام قولوا خيركم خيركم لأهله إذا أنت ما بتودي أهلك ما بتجيب أهلك أخوي ما منك فائدة. بيقول لك العيال يصيحون زين يعني إحنا يوم من الأيام كنا نصيح نفسهم وصبروا علينا إحنا وربونا. عادة اللحظات الحلوة تمر بسرعة يعني حس إن الأيام تمر بسرعة. على العموم باقي لي ثلاث مدن وليس ثلاث دول. عندي ثلاث مدن باكر افكر اروح مدينه ازورها نص يوم يمدحونها وقريبه من انترلاكن. الحين ما ادري باكر اروح على قمه في اوروبا ولا اروح المدينه هذه اسجل فيها حضور استشاور. الحين من انترلاكن اظني تقريبا 3 كيلو لين الباركن يوديك القطار لاعلى قمه في اوروبا اظني 4300 تقريبا. ولا اني اروح المدينه اللي خبرتكم عنها بيرسني يومين اليوم وباكر ورا باكر بروح بعد مدينة وعقبها مدينة وعقبها مدينة. شهر 9 بزور دولة اللي بالي بالكم تعرفونها وإن شاء الله بزور فيها 5 مدن وبغطي لكم إياهن قد ما أقدر إن شاء الله. تليفون ثاني سواه فيه كل ساعة يعلق مصور بتليفون الصغير أحس كاميرته مش أوكي هناك ولا بناخذ لكم مناظر أحلى يعني. صدقون ما ودي أسير الغرفة جو مش ممكن صراحة. بفرشني ولا خافشني البلدية ولا بفرش؟ بن حريفي يقول يروح فوق ليبل وطف بالمظلة هاي. سويتها في أمريكا هاي السنية الحين ما أعرف في الترتيب.